السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله. نبدأ في شرح اليوم، نحن ما زلنا في شرح كتاب الإمام من صحيح البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال: قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بسم الله، والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. ما رأيكم لو طبقنا هذا الحديث؟ هل توجد مشاكل؟ ها؟ ما توجد مشاكل أبد، لأن الناس يكونون كأنهم أهل بيت واحد متحابين، كل واحد يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم، لا يكمل إيمانه، وعند ابن حبان: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه يا أحبابي دليل على عدة أشياء. الشيء الأول صفاء القلوب. ترى فيه أناس قلوبهم صافية، وفي ناس قلوبهم سوداء مظلمة. أضرب لكم مثال دائما أنا أجيبه. حنا جالسين، جانا واحد وقال: الشيخ فلان، مثلا هذا الشيخ فلان جاء له البارحة ولد سماه سعد مثلا، مجلسنا هذا فيه طيب، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وش يقول؟ يقول: اللهم اصلحه، اللهم بارك فيه، الله يجعله زوجة، الله يجعله مبارك. فهمتم؟ وفي واحد حسود قلبه أسود، وش يقول؟ يقول: الله لا يتستر الفار، ليش عاد مش حتى لو جاء كلم يا ابن الحلال، عيال كلاب، عيال فار، عيال. ليه؟ لأنه يغيظه النعمة التي تأتي لأخيه. هذا قلبه نظيف الأول 100%، والثاني قلبه أسود مظلم، لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهمتم؟ الناس الآن كثير، تأملهم في المجالس، إذا قلت مثلاً
فلان تخرج، الناس ثلاثة أصناف، ناس يقولون الله ينفع به، الله يرزقه وظيفة، الله يجعله في خير، وناس يقولون تخرج ولا ما تخرج ما في نفع ذا يا رجال، ما في خير ذا ما في، وناس يسكتون. فأنت تحب ماذا؟ أنت تحب أن تكون من الأوائل اللي إذا ذكرت النعمة لأخيك تفرح، وإذا فرحت تدعو له. إذا فرحت وش تسوي؟ تدعو له فيحصل لك عبادتان. وش العبادة الأولى؟ عمل من أعمال القلوب، الإيمان، تحب لأخيك ما تحب لنفسك، عمل من أعمال القلوب. الطاعة الثانية ما هي؟ الدعاء، أنت تدعو لأخيك، فهمتم؟ وإذا دعوت لأخيك وهو غائب رب العالمين يعطيك شيئين، الشيء الأول الأجر، والشيء الثاني ما هو؟ الملك اللي عندك يقول ولك بالمثل ولك بالمثل. يعني الحسود ما يحصل طاعة ولا يحصل دعاء الملك ولا لا؟ ها؟ ما يحصل، يحصل معصية، فهمتم؟ نرجع للحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير، مو من الشر، من الخير ما يحب لنفسه. أغلب من تقع فيهم هذه الصفة تجتمع فيهم صفتان. الصفة الأولى نظافة القلب، قلبه نظيف من الحقد والحسد. الصفة الثانية التواضع، متواضع، يحب جميع المسلمين، لين هين. قال رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال: وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يحلف يقول: والذي نفسي بيده. أنفسنا بيد من؟ بيد الله. يحلف صلى الله عليه وسلم من غير أن يطلب منه، وهو صادق، رسول صلى الله عليه وسلم صادق ما نشك فيه، لكن يؤكد ذلك بأي شيء؟ بالحلف. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن مسلم، حتى أكون أحب إليه من والده وولده. والحديث الثاني: من والده وولده والناس أجمعين. يا إخواني، محبة الله طاعة ولا لا؟ ومحبة الرسول طاعة، وبغض الله معصية، وبغض الرسول صلى الله عليه وسلم معصية. الذين يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم لا نصيب لهم في الدين. ماذا سماهم الله؟ الله وصفهم بأي شيء؟ إن شانئك هو الأبتر، المنقطع من كل خير. لا يمكن
لأحد أن يبغض الرسول ويدخل الجنة، مستحيل. من أبغض الرسول أبغض الله، ومن أحب الرسول أحب الله، ومن أطاع الرسول أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. ما فيه جنة لمن يبغض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تحبه، مو بس تحبه، وأن يكون أحب إليك من نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين. روى البخاري في باب آخر، في باب الأيمان والنذور، أن عمر بن الخطاب يوم من الأيام قال للرسول: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. عمر انتبه فقال: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، هذا حديث صحيح البخاري، الآن يا عمر. جاء رجل إلى ابن عمر موسوس مثل بعض عيالنا ذا الحين، مو يأتينا، قال: والله أنا أحب الرسول بس إني ما أحبه، يعني ما أحبه أكثر من نفسي، أنا يمكن إني منافق لأني ما أحس إني أحب الرسول أكثر من نفسي. قال له ابن عمر: لو جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم الآن وقيل سنقتله، سنضرب عنقه، إما هو أو أنت، ماذا تعمل؟ قال: أنا أقدم نفسي فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذن أنت تحب الرسول أكثر من نفسك. هذا جواب للموسوسين، لأن الموسوسين مساكين، يجي الشيطان ويشغلهم: أنت ما تحب الرسول؟ ما دام الآن أنه لو يأتي أذى للرسول أنت تحب أن يكون الأذى فيك ولا يؤذى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن أنت النتيجة ما هي؟ أنت تقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه. لكن عندنا مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. هذه المشكلة أن أناسا يحبون الرسول فيغلون فيه ويرفعونه حتى يجعلونه مثل الله. طيب، هذا يحبه الرسول ولا يبغضه؟ هذا يبغضه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم كان حذرنا من الشرك قليلة وكثيرة، لكن فيه أناس يعتقدون أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تبيح لهم أن يعطوه صفات ما أعطاه الله. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا ناس فقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني. ما معنى لا تطروني؟ لا ترفعوني فوق منزلتي، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وصف العبودية للرسول هذه أفضل وصف. ليه؟ لأن الله وصفها بها في أعلى مقام، أعلى مقام وصفه بالعبودية. وين هذا فيه؟
نعم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أسري به ثم عرج به، وصف في هذه الحالة بأي شيء؟ بأنه عبد الله. ولذلك يا إخواني نعلم الآن أن بعض المشايخ الآن الذين رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته أنهم مخطئون خطأ بين، لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبه. فمثلا الشيخ البصيري في قصيدة البردة، هذه القصيدة والله لا يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرضاه، يقول فيها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميمي. أين الله؟ نحن الآن نقول قل أعوذ برب الفلق ولا أعوذ بالرسول؟ ها؟ يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميمي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها. يعني يقول أنت تملك الدنيا والآخرة، ماذا بقي لله؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كان الرسول يعلم علم اللوح المحفوظ والقلم، أين نحن من قول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا ها إلا الله إلا الله. هذا شيء لا يجوز يا إخواني أن ننسبه إلى غير الله. هذه المدائح فيها غلو، فيها إطراء، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك يا إخواني ينبغي لنا أن نفرق بين المحبة المذمومة والمحبة المشروعة. المحبة المذمومة ما لها قيود، إبليس مفلتها من القيود، والمحبة المشروعة قيدها الله وقيدها رسوله صلى الله عليه وسلم. من يذكر لنا القيد؟ أحسنت، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما قال اطلقوا ألسنتكم امدحوني، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. وإلا يا أحبابي من أحق الناس بالمدح؟ والله ما في أحق بالمدح من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيه. ولذلك ما أحسن مدائح الصحابة فيه: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الحق مسلول. هذا مدح حسان لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هجوت محمدا برا حنيفا، أمين الله شيمته الوفاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. محمد صلى الله عليه وسلم أحق الناس بالمدائح، لكن المدائح المشروعة، المدائح المشروعة. أما المدائح البدعية فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها. قال رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قال
عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان لحلاوة، ها؟ نعم. في حديث آخر يتحدث عن هذا، من يذكره؟ أحسنت. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الإيمان له طعم، ولذلك إذا آمن الإنسان بالإيمان ذاق حلاوة فروعه. وأنا أضرب لكم أمثلة. المثال الأول أن الإنسان يذوق فروع الإيمان، نحن نقول: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. اللي القرآن العظيم ربيع قلبه يذوق ولا ما يذوق؟ يذوق. الناس الآن إذا خرجوا للربيع، ها، شافوا الخضرة والجمال ينبسطون ولا لا؟ ها، هذا ينبسط متى؟ إذا قرأ القرآن. في مثال آخر: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني يرتاح ينبسط، ها، إذا أدى الصلاة. هذا من الإيمان. الصلاة سماها الله إيمان ولا لا؟ أمس أخذناه، ما هو؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. وفي أناس الآن يجدون طعم الإيمان في بر الوالدين، تجده الآن مبسوط مع عجيزة، أمه عجيز، ها، يجي يتروحها، يجد فيها لذة الإيمان، ها؟ ما الذي حمله على هذا؟ معرفته بأن بر الوالدين من أعظم ما يحبه الله، جعله بعد التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وش بعد؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ها؟ وبالوالدين إحسانا. أشرف التابعين، أشرف التابعين من هو؟ ها؟ أويس القرني. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أعماله التي تفوق بها ما هي؟ له والدة هو بها بر، له والدة هو بها بر. فهذه الأعمال يا إخواني إذا فتح الله على العبد تذوقها يجد فيها لذة الإيمان، لذة الطاعة. هذه نعمة من الله. يعني الآن لو تدبرنا القرآن، طاها، ايش بعدها؟ ها، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وش مفهومها؟ أنزلنا عليك القرآن لتسعد، ما أنزلنا عليك لتشقى، أنزلنا عليك القرآن لتسعد. في نظام قانون إلهي، نظام إلهي أعلنه رب العالمين عندما أنزل إبليس وآدم للأرض. لما نزل إبليس وآدم وحواء للأرض أعلن لهم رب العالمين نظام لا يتغير أبداً،
من يعرف هذا النظام؟ في سورة طه قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل، وش بعد مهم اللي بعده وشو؟ ولا يشقى، ولا يشقى. رسائل الرسل هي أبواب السعادة. أتباع الرسل أقرب الناس إلى السعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن كملوا فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. السعادة يا إخواني شيء يقذفه الله في القلب. نزور السجون أحيانا فنجد في السجن واحد سعيد 100%، ما الذي أسعده؟ الإيمان، مؤمن يعمل بالإيمان راضي بالقضاء والقدر، ولذلك هو سعيد. ابن تيمية ماذا قال؟ يقول: ماذا يعمل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني بصدر، مرتاح في السجن. ترى مثل ابن تيمية الآن كثير، والله رأيناهم، شفناهم، والله رأيناهم على الأسرة في المستشفيات، الواحد منهم يعني مريض. زرت أحدهم في آخر عمره أسأله، قال: اشتقت إلى ربي، أنا والله مشتاق إلى ربي، مشتاق. أنا أقول: إن شاء الله بتطيب، إن شاء الله بتشفى وتطلع. قال: يا شيخ اشتقت إلى ربي، اشتقت إلى ربي. سعادة يا إخواني يعطيها الله من يشاء من عباده. الحلاوة يا إخواني هذه ثمرة من ثمرات الإيمان، تحصل بهذه الخصال الثلاث، تحصل بهذه الخصال الثلاث. الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولذلك جميع أوامر الله وجميع أوامر الرسول مقبولة محبوبة تنفذ، والإنسان مقتنع بها تماما، مقتنع. يوم من الأيام عندنا واحد في المسجد جزاه الله خير يطول السجود، جلسنا نحكي فيه في المسجد، فلان يطول السجود. فيوم من الأيام ما عندي ويا أحد في المسجد، قلت له: يا شيخ فلان أنت تطول السجود. قال: أجد لذة، أجد لذة، لأني قريب من ربي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والله تعالى يقول: واسجد واقترب. أنا أعرفها مثل ما يعرفها هو، لكن التطبيق هو تفوق علي، طبق وجد اللذة، وجد اللذة. والله يا إخواني إن نقول طول فلان طول، لكن نقول: أنا مبسوط، أنا أجد اللذة لقربي من ربي. كل أنا وأنت نحفظ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كلنا نحفظه، لكن هل طبقنا مثل هذا؟ ما طبقنا، ما طبق. ولذلك الآن شف بعضنا، مر، وبعضنا يعطي السجود حق. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يحب الله ورسوله حب طلع من القلب وشارك فيه العقل، مو مثل حب بعض الناس، لا، يحب
رب العالمين من قلبه وبعقله، وهذا يجعله يتبع الأوامر ويجتنب النواهي. طيب قولوا، عطنا أمثلة الآن يا أحبابي اللي يعتقد، وكلنا نعتقد أن القرآن كلام الله وأنه أشرف الكلام والحرف فيه بعشر حسنات وأنه أصدق الحديث، ما رأيكم إذا قرأ يجد نفسه نشيط ولا كسلان؟ ها؟ طيب الثاني الذي يأتي للمسجد ويحضر مجالس الذكر بعد العصر مثلا، يقرأ في رياض الصالحين، يقرأ في الترغيب والترهيب، تجده يشعر بأنه في روضة من رياض الجنة ولا يقوم حتى ينتهي القارئ. ليه؟ لأنه يؤمن يصدق أنه في روضة من رياض الجنة. فهمتم ولا لا؟ إيمانه أوصل إلى هذه المرتبة. فهمتم؟ طيب كلنا نؤمن بأن المسجد بيت الله، لكن غالبنا منذ أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله عند الباب، ها؟ لكن الذين يستقر في قلوبهم إن أنت الآن في بيت الله، أنت الآن قريب من الله، ملائكة تستغفر لك ما دمت في مصلاك، تجده ما يطلع لأن يقول لحام المسجد بقفل المسجد خلاص ترى بنطفي الأنوار، ها؟ ليه؟ لأنه يعلم المسجد بيت الله وجلوسك فيه يحبه الله. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما اثنين، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني هو يحب المرء لله ولو أنه بعيد، لو هندي، باكستاني، أمريكي، أي شيء، ما دام مسلم فهو يحبه في الله بقطع النظر عن كل شيء. يعني يوم من الأيام جاءت صورة في التلفزيون، أعداء المسلمين ماسكين لهم واحد يضربونه من المسلمين، كثير من الناس يعني شوي تألم، لكن كانت فيه امرأة من اللي يشوفون وشاب عمره حوالي 30 سنة، بكوا، أبوهم ما بكى، قال لي ليش أنتم تبسون؟ قال ما شفت يضربوا المسلم، ما شفتم يضربوا المسلم. الولد قال والله لو كنت عنده لأنصره، شف كتب الله له الأجر هنا، ها؟ والله لو كنت عنده لأنصره. والمرأة مسكينة تبكي، ما عنده أحد، ما عنده أحد. شف أثر الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا، ترى هذا في بلد بعيدة بينها وبين السعودية الله أعلم 5000، كان في ذلك الوقت أظن في بلد ورا الهند بعد. فانظر كيف الآن الإيمان تحرك وكيف أثر. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، بعض الناس الآن حبه للدنيا، ما دمت في منصب يجي قال يا ابو فلان يلا حيه يلا حيه، لازم تغدى عندي، لازم تعشى، اذا تقعدت خلاص عاد جاك، ها؟ هذا وش يحبه؟ يحب الدنيا، فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. واحيانا يحبه
علشان يخطب بنته. ها في واحد نكتة لكنها يمكنها صحيح، عميان، وعنده واحد يمسكه يروح به ويجيبه ومتحمل مرة، وكان يريد أن يتزوج بنته. الكفيف هذا قال البنت، قالت لا أنا ما أريده يا بنتي يا بنتي، قالت لا أريده أبدا. آخر شيء قال يا ولدي والله ما عاد البنت ما قبلت ما قبلت. جاء يوم من الأيام يبي يروح الكفيف ذا مشوار، وراح يضرب عليه الباب، فلان ودنا نروح لفلان، قال يروح بك اللي زوجته بنتك، يروح بك اللي زوجته بنتك، يعني خلاص ما نحن نحبك ها لدنيا فقدناها خلصنا ما عاد بيننا وبينك شيء. في أحد الشعراء يقول صلى المصلي ها لأمر كان يطلبه، ها لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. هذا العباد الدنيا. ماذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ايش بعدها؟ إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. هذا المحبة على الدنيا، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون. الثالث لتوجد بها حلاوة الإيمان أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الأول والثاني إيجابي عمل، ما يحب الله ورسوله ويحب المرء وعمل يعمله، وهذه امتناع يكره المعاصي لأنها بريد الكفر، ويكره الكفر، يكره الكفر ويكره المعاصي لأن الله يكرهها، وهو يرى أنها توصله النار، ولذلك هو يكرهها كما يكره أن يلقى في النار، لأنه يجزم فأنه إذا مشى معها ها أنها ستوصله النار. في خطبة لإبليس تعرفونها؟ ها تعرفون خطبة إبليس؟ الله يجعلنا ما أسمعها لا أنا ولا أنتم. إذا اجتمع هو وأتباعه في جهنم قال الله عنه وقال الشيطان لما قضي الأمر أنت كل شيء دخلوا النار، إن الله وعدكم وعد الحق، يبي بعد تشمت عليهم بعد ما بعد انتهى منهم، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، ما معي عسكر ولا جنود ولا عندي دخل في الرزق ولا شيء، ما لي سلطة عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أنتوا السبب أنتوا. ولذلك بعض الناس الآن يقول والله ما استطعت أترك الدخان، والله ما استطعت أترك الخمر، ما أستطيع ما أستطيع. كذاب، تستطيع بس الإرادة عندك ضعيفة، فهمت؟ الشيطان لجاء يوم القيامة قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ها وش بعد؟ فلا تلوموني يا المغفلين، لا تلوموني ها، ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم. إيش معنى مصرخكم؟ مغيثكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، تغيثوني مثل ما قال الله ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب
أليم. هذا الإنسان يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، لأنه يعلم أن الكفر سيوصله إلى النار، فهو يكره الطريق الذي يوصل إلى النار. فهمت ولا لا؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان علامته حب الأنصار، الأنصار علم ووصف، علم على أهل المدينة الأوس والخزرج وحلفاؤهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وناصروه، مذكورون في سورة التوبة ومذكورون في سورة الحشر، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شوف المدح ذا إلى يوم القيامة للأنصار، مدح في أصدق كتاب من أصدق قائل، هذا الشرف. فالأنصار علم على أهل المدينة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، عاهدوه أنه إذا انتقل إليهم أن يحموه مما يحموا منه أنفسهم وأولادهم وأهليهم، وصدقوا صدقوا. ولذلك سماهم الله تعالى، سماهم الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هؤلاء الأنصار العلم، والأنصار الوصف هم الذين يناصرون دين النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان وفي أي زمان. المنافقون أبغضوا الأنصار في الصدر الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أبغضوهم، كانوا يبغضونهم ويرون أنهم جاءوا للمدينة بمشاكل. ولذلك عبد الله بن أبي يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذى، يخرجن الأعز منها الأذى، يقصد بالأعز لا نفسه، ويقصد بالأذل الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابنه عبد الله أوقف عند باب المدينة قال: والله ما تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان تعرف من هو الأعز ومن هو الأذل. ابنه الذي فعل هذا، ابنه رضي الله عنه. فالأنصار الذي يحبهم يحب الله وهو مؤمن، وحبه للأنصار علامة إيمان، والذي يبغض الأنصار يبغض الله، وبغضهم من علامات المنافقين، علامات النفاق، نسأل الله العافية والسلامة. بقي الأنصار بالوصف، ما في عصر من العصور إلا ويوجد أناس ينصرون الدين، إما أشخاص أو منظمات أو دول أو هيئات. فهمتم ولا لا؟ فالمؤمن يحب كل من نصر الدين. لو قيل مثلا في جمعية في السودان تنشر السنة، تبين للناس العقيدة السلفية، تجده يحبهم وهو لا يعرفهم، ما يعرفهم، لكنه
يحبهم، ولو قيل له بأن في البلد الفلاني جمعية تحب البدعة وتعادي أنصار السنة وتهجم على أهل الحق، تجده ما يحبهم. ليه؟ لأنه يحب الأنصار ويحب محب الأنصار. فالأنصار بهذا المعنى اللي هو الوصف، ما المقصود بهم؟ كل من ينصرون دين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في كل عصر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله. ولذلك المؤمن عليه أن يحيي هذا الوصف في قلبه، أنه يحب العالم الذي يدعو إلى نصرة الدين، والهيئة اللي تدعو إلى نصرة الدين، والدولة اللي تدعو إلى نصرة الدين، والجماعة التي تدعو إلى نصرة الدين، ويعتبر ذلك من حب الأنصار. ويعتبر ذلك لأن النصرة هي نصرة الدين، هذا الذي نراه. ولذلك لما قامت الدعوة السلفية في هذه البلاد المباركة في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم في زمن بداية زمن الملك عبد العزيز، تنادى المصلحون من جميع العالم الإسلامي، وكلهم أيدوا وكتبوا وطبعوا، وكانوا مع العقيدة السلفية محبين. من ماذا؟ من أجل ماذا؟ ها؟ من أجل نصرة من ينصر الحق. فالمؤمن يحب من يحب الحق وينصره. هذا إذا قلنا أن الأنصار هنا المراد بهم الأنصار بالوصف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار المقصود به العلم، لكن ما في شيء يمنعنا نقيس عليها أيضا كل من ناصر هذا الدين وحمله إلى الناس ليبلغهم إياه سليما من شوائب البدع والخزعبلات. في عندنا حديث 21 في باب 14، قال رحمه الله: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. هذا الحديث أعاده البخاري في باب آخر، لأنه يعد شعب الإيمان، فهو يريد هنا أن يذكر من شعب الإيمان أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. والبخاري دائما يعيد الأحاديث، لكن يعيدها في مناسبات جديدة. ولذلك يقولون الأحاديث في البخاري كذا بالمكرر وكذا بدون المكرر. فهذا الحديث الآن هو بقي علينا شوي فيه، لكن هو موضوعه شرحناه في الحديث الذي أخذنا في وسط هذا الدرس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.